هنشوف راينر هولمان شايف المباراة ازاي في اون تايم سبورت. على الاهلي ان يسعى ليلعب بمنتهى القوه في هذا في هذه المباراه. الاهلي سيلعب بتركيز على الدفاع ولا بد ان يركز على الدفاع ضد ساني وليفاندوفسكي ومولر وكومان. بالفعل بايرن ميونخ بالتاكيد لديهم هجوم قوي ولكن الاهلي يستطيع ان يوقف هذا الهجوم ويضغط عليهم. بعض يعني ناس كثيره هنا عندنا مستر هولم ناس كثيره هنا شايفه ان النادي الاهلي الاعظم الاكبر في افريقيا قادر ان هو يعني بالعزيمه بالروح انه يقلل الفروقات بينه وبين بايرن ميونخ، وناس شايفه ان بايرن ميونخ فنيا في حته تانية تماما، انت شايف ازاي؟ الاهلي نادي كبير جدا والافضل في افريقيا. وارى انه يعادل نفس مستوى بايرن ميونخ في اوروبا. هناك فوارق بالتأكيد ولكن بايرن ميونخ في الوقت الحالي لا يلعب بشكل طيب، لديه مشكلات كبيرة في الدفاع وفي خط الوسط. هجوم ميونخ قوي جدا وعلى الأهلي أن يغلق كل المساحات لكي لا يعطي فرصة لساني أو ليفاندوفسكي لكي يلعبوا بكامل طاقاتهم في هذا الفريق، ولابد أن يلعبوا على الهجمات المرتدة ويركزوا في الهجمات المرتدة، خاصة أن بايرن ميونخ في الوقت الحالي لديه مشكلات كبيرة في الدفاع مع ديفيد ألابا ومستواه الذي ليس في مستواه. ورأينا المباراة أمام هيرتا برلين، هناك كانت صعوبات كبيرة، واجه الدفاع صعوبات كبيرة، وبالتأكيد من الممكن للأهلي أن يفعل شيء في هذه المباراة. مستر هولمان كلكم فاكرينه مرن الأهلي ويعلم شخصية الأهلي، هو يعني ما تسمعوا رأيه هو بيتكلم بناء على درايته بشخصية الأهلي. البايرن فريق كبير، فريق قوي، فريق، إنما الأهلي برضو اسمه يضاهي البايرن في مكانه، وإنه بس نصيحته دافع بقوة واعتمد على الهجمة المرتدة.